جلال يفاجئهم. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية بهذا الفيديو معلنا ولينا محمد، حيث تفاعل أخوه مصطفى بمجموعة من الاستوريات من اليوم الثالث من السفر. بتوقع جمهور إنه لانا ولين راح يكونوا متواجدين في حفلة الشامي. نمر أيضا إلى جلال عمر اللي قام اليوم بنشر فيديو جديد على قناته باليوتيوب، كان الفيديو مقلب بنارين وشيرين، وتداول الجمهور بعد هذا الفيديو إنه جلال كتب أول حرف من اسم شيرين وأول حرف من اسم أسامة. شو رأيكم انتو بخصوص تحليلات الجمهور؟ فراس ما بده خوزة يا عم. هاي اللعبة المفضلة لين، لين كتير بتحبها يعني في دبي، بتحب دائما بتطلع مانا من صابة. ما يعني اول ما جينا على لبنان على بيروت قلت انا بدي العب بينت بول معكم.